بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وتغطية خاصة لوصول أبطال إفريقيا. صباح الخير، صباح النصر، صباح العشرة. أبطال أفريقيا، النادي الأهلي نادي القرن، عمل إنجاز عظيم وعمل انتصارات مميزة، شرف الكرة المصرية ورفع راية مصر في البطولات الإفريقية. النادي الأهلي بالأمس حقق فوز كبير وعريض، أحدث ضجيج كبير في القارة الإفريقية بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. هو نهائي ولا أروع ولا أعظم من كده. النادي الأهلي بيسطر تاريخ، دايما صفحات التاريخ كل يوم بتذكر النادي الأهلي بالجديد، ودائما وأبدا النادي الأهلي عنده الجديد. النادي الأهلي بيكسر أرقامه القياسية. النادي الأهلي للمرة الثالثة بيفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي. النادي الأهلي لأول نادي في القارة الإفريقية بيفوز بدوري أبطال أفريقيا أمام فريق بيكون رئيس الاتحاد الإفريقي بيمثل بلد نفس هذا الفريق وبيفوز بالكاس من خلال هذا الفريق. حصلت في 87 على الهلال السوداني وكان رئيس الاتحاد الإفريقي وقتها عبد الحليم محمد. حصلت في 2008 مع القطن الكاميروني وكان رئيس الاتحاد الافريقي وقتها عيسى حياته. وحصلت في 2021 امام كايزر تشيفز وكان رئيس الاتحاد الافريقي حاليا باتريس موتسيبي. ليه؟ لان النادي الاهلي اسم كبير، النادي الاهلي بيؤمن دايما بحظوظه وعارف ان كبير القاره الافريقيه ويقدر يفوز بالبطولات عشان يسعد جمهوره في اي مكان. هي كلها ارقام قياسيه، هي كلها ارقام وتواريخ بتتحط في سجلات التاريخ، لكن بالتاكيد بعد سنوات وسنوات بنقولها للأجيال عشان يعرفوا تاريخ هذا النادي الكبير. تاريخ الأهلي دايما مكتوب، تاريخ الأهلي دايما مذكور، تاريخ الأهلي دايما موجود صوت وصورة في كل البطولات. كمان من ضمن الإنجازات والبطولات أنت بتفوز بالعشرة، وبتحقق إنجاز أنك بتفوز بدوري أبطال إفريقيا يعني في ثلاث مناسبات مرتين متتاليتين، وبإذن الله في المناسبة اللي جاية تقدر تكسر رقمك القياسي وتفوز بثلاث مرات متتالية. هي كلها أرقام وبطولات وأرقام قياسية ما قدرش حد يحققها في القارة الأفريقية كلها إلا النادي الأهلي. عشان كده يومنا من النهاردة هيكون تغطية خاصة على مدار اليوم، وإحنا معاكم النهاردة منذ الساعة 8 صباحا عشان استقبال أبطال إفريقيا، استقبال أبطال البطولة العشرة، استقبال الجيل اللي إحنا مبارح كنا بنقول أو حتى أول مبارح بإذن الله الجيل ده بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 و2021 هيقدر يسطر تاريخ جديد ونحفر اسم جديد لأبطال ونجوم إن شاء الله يكملوا سلسلة الإنجازات والبطولات خلال الفترة اللي جاية. مش هيكملوا سلسلة إنجازاتهم فقط، لا، ده بيكملوا سلسلة إنجازات وبطولات عبر أجيال كثيرة، لأن النادي الأهلي دائما وأبدا أجياله متواصلة، والجيل بيسلم جيل، والأجيال كلها بتشتغل في النهاية من أجل اسم النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي. صباح الخير، صباح النصر، احنا ملوك كرة القدم في مصر وفي أفريقيا.